وأماكن الدعاء كما ذكر أهل العلم سبعة في الصلاة، أماكن الدعاء في الصلاة سبعة. بعد تكبيرة الإحرام اللي يسمى دعاء الاستفتاح، هذا وقت للدعاء. كذلك عند قراءة قراءة القرآن بشكل عام، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، عندما يقرأ يمر بآية رحمة، يمر بآية عذاب، يدعو، هذا وقت الدعاء أيضا. وفي حال الركوع، مع أن الركوع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. طيب، لكن مع هذا جاء في الركوع دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا في حال الركوع، لكن لا يقول غيره من أدعية، لأن الأصل في الركوع تعظيم الرب سبحانه وتعالى. ثم في الرفع من الركوع أيضا هذا وقت للدعاء، اللي هو بعد أن يرفع من ركوعه. ثم في السجود هذا أيضا وقت للدعاء، سواء السجدة الأولى الثانية، السجود بشكل عام هذا وقت، وهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم بين السجدتين هذا وقت للدعاء. ثم بعد أن ينهي التشهد قبل أن يسلم أيضا هذا وقت للدعاء. فهذه سبعة مواضع نبه عليها ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أنها أماكن للدعاء، الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى. ومن أشهر الأدعية وأهمها أن الإنسان قبل أن يسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن شر فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء يحرص عليه، وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى أن هذا واجب من واجبات الصلاة، لأن النبي أمر به صلى الله عليه وسلم، وصحيح أنه مستحب، لكن يحرص على هذا الدعاء بالذات، ثم يدعو بما شاء، لكن يحرص على هذا الدعاء، لأن النبي حث عليه صلى الله عليه وسلم، فيحرص على هذا الدعاء أو يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. وفي مذهب أحمد أنه لا يجوز أن يدعو بملاذ الدنيا، بس فقط يدعو للآخرة، والصحيح أنه يدعو ملاذ الدنيا وملاذ الآخرة. نعم.